I just want a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitch, just in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروفيشنالز معكم ريان في فيديو جديد. اليوم سأقدم لكم سعر ومواصفات لأفضل هاتف أو أحد أفضل هواتف في فئة اقتصادية حاليا، هو شاومي ريدمي 9R في الجزائر، وذلك بعد أن تخلت العديد من الشركات على هذه الفئة. فقبل أن نبدأ أدعو لايك الفيديو، اشترك بالقناة ونشر فيديو لأي شخص يحتاجه، وهيا نبدأ. هذا الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.53 إنش بدقة HD Plus من نوع IPS LCD وبكثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش، أي شاشة مقبولة أو حتى جيدة في هذه الفئة. فبالنسبة للكاميرات فهي أحادية من الخلف بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش LED أحادي، يصور فيديو Full HD 30 فريم بالثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بكسل، تصور أيضا فيديو بدقة Full HD 30 فريم بالثانية. هذا الهاتف يأتي مع اندرويد 10 مع واجهة شاومي ميو اي 12 مع معالج ميديا تيك هيليو جي 25 بدقة 12 نانو متر، اوكتا كور 2.7 جيجا هرتز 64 بت، معالج تسميته باور في ار جي اي 8320. يأتي مع خيار واحد للتخزين وهي 32 جيجا و 2 جيجا في الرام، ويأتي مع مدخل 3.5 ملم اي مدخل السماعات، وايضا مدخل USB Type C. وفي هذه الفئة وبهذا السعر مع USB Type C فهذا انجاز عظيم. الهاتف يأتي ببطارية بحجم 5000 ملي أمبير. لم يتم ذكر إذا كان الهاتف يدعم شحن سريع أم لا، ولكن على حسب وجهة نظري فإنهم وفروا مدخل USB Type-C، فمن المفترض أنهم وفروا الشحن السريع على الأقل 15 واط. وفي الأخير سعر الهاتف هو 80 يورو فقط، أي في الجزائر ربما يستوفر بسعر 1,600,000 أو بالأكثر 1,800,000، وذلك عند فتح المطارات إن شاء الله. فإلى هنا إخوتي نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا لايك الفيديو، اشترك بالقناة ونشر الفيديو لأي شخص يحتاجه، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.